السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى أصواتكم، تعليقاتكم، مشاركاتكم من خلال أرقامنا أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي بإمكانكم أن تواصلونا أو تتواصلوا معنا من خلالها عن طريق إرسال رسائلكم النصية التي يمكننا أن نقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن موضوع عمليات العدوى الفرز اليدوي التي ستنطلق اليوم، وهذه العمليات التي قد تكشف حقائق كثيرة وكبيرة من ناحية التزوير وما إلى ذلك في الانتخابات التي جرت في الشهر الخامس. مبدئيا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود من بعده، ابقوا معنا. الدستور بيه نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع. النائب حارث الحارثي قال إن عمليات العدوى الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات ستنطلق اليوم الأربعاء، وبين أنها ستكون في عموم البلاد. أيضا قال إنه كان من المفترض انطلاق عمليات العدوى الفرز اليدوي الأسبوع الماضي لأنه تم تأجيلها بسبب العيد وعطلة العيد، وبين أنها ستكون بإشراف لجنة القضاء المنتدبين ومشرفين من الأطراف السياسية وخبراء كذلك. ولكن في نفس الوقت ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن التحالفات الكبرى تضغط على القضاء باتجاه إصدار قرار يرفض التعديل الثالث لقانون الانتخابات، كذلك بإجراء العد، طالبوا طبعا بإجراء العد والفرز اليدوي للأصوات وبنسبة 100% مع إلغاء نتائج الخارج. طبعا هذا قانون الثالث أو التعديل الثالث لقانون الانتخابات يقضي بإجراء عدل وفرز يدوي للأصوات وبنسبة 100% مع إلغاء نتائج الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في كردستان العراق. ذكرت الصحيفة أيضا أن الدول الإقليمية ترفض العد والفرز اليدوي لإمكانية أن تفتح عملية من هذا الباب، من هذا النوع، الباب على التشكيل أو التشكيك الدائم في شرعية العملية السياسية وبالتالي تدميرها لاحقا، فضلا عن احتمال اسقاط اي حكومة مستقبلا للاسباب ذاتها. يعني هناك مخاوف باختصار شديد، مخاوف من اعادة عملية العدوى الفرز اليدوي، هناك مخاوف داخلية متمثلة بكشف الحقائق التي ان كانت هذه العملية ستتم بشكل شفاف ونزيه فانها ستكشف ربما كوارث موجودة في الانتخابات التي جرت، وهناك مخاوف اقليمية كذلك لان هناك دول لا ترضى بهذه المتغيرات، تريد جهة واحدة أن تحكم، تريد طرفا واحدا أن يظل حاكما، وبالتالي تستمر تنفيذ أو يستمر تنفيذ مصالحها وأجنداتها في العراق، ربما إن كانت من ناحية سياسية أو من ناحية اقتصادية أو ما إلى ذلك. إذن هناك رفض ربما لإعادة عملية العدوى الفرز اليدوي، ولكن هناك اعتراضات كثيرة تضغط بهذا الاتجاه، تضغط باتجاه تنفيذ عملية العدوى الفرز اليدوي بسبب الفضائح التي ظهرت بهذه الانتخابات من أجهزة معطلة، أجهزة زورت، صناديق امتلأت بمراكز فارغة من الناس ومن المصوتين. تابعنا انتخابات الخارج وعمليات التزوير الكبيرة جدا التي حدثت والتي طبعا عرضناها في قناة الرافدين. أيضا بالنسبة للمناطق المتنازع عليها وهذا الاستغلال لمراكز الاقتراع، وكل جهة تحاول قدر الإمكان أن تستثمر هذه المراكز الفارغة من المصوتين طبعا بوضع كميات كبيرة من صناديق الاقتراع، والفضيحة الكبرى الأخيرة وهي حرق صناديق الاقتراع في بغداد في جانب الرصافة، طبعا مراكز مفوضية الانتخابات. هذا الموضوع الذي جاء بعد الإعلان عن إعادة أو يعني طبعا انطلاق عملية العدوى الفرز اليدوي أو قرب انطلاقها، احترقت هذه الصناديق لتخفي معها ربما حقائق كثيرة عن التزوير الذي حدث. مشاهدينا الكرام، معنا اتصال، معنا السيد أبو مصطفى من لندن. أبو مصطفى تفضل.
أنا مراقب للساحة، موجود بالمنطقة والعراق وإن شاء الله. أبو مصطفى تفضل. أبو مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك، تحياتي لأخوة المشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسمك. بالنسبة لموضوع الانتخابات، موضوع الفرز اللي حكوا به على أساس اليوم يبدي، احنا تكلمنا بموضوع الانتخابات سابقا. نعم. وكان موضوع مال نور المالك، الاستاذ نور المالك اللي تكلم على انه حتكون حرب اهليه بعد الانتخابات. لانه حتكون طبعا غير نزيهه، انا شفت يعني حتكون انتخابات غير نزيهه، وثبت هذا الشيء. كثير من الناس انه يعني شفناها على التلفزيون او حقائق صارت كثيره، انه تجبير صار سواء كان بالرمادي او بالخارج. نعم. سواء كان بالاردن او سواء كان بلندن او سواء كان بالمانيا. نعم. حتى ما سمعنا، بالاضافه انه اذا سمعت لان احنا سمعنا بها مال مخازن مال رصافه اللي احترقت بفعل فاعل. نعم. يعني كل هذا تؤدي انه الانتخابات كانت غير نزيهه، وحتى انه الفرز راح يكون غير نزيه ايضا، لانه طيب. ماكو جهه رادعه. برايك ابو مصطفى، ليش هذا التخوف من عمليه اعاده العد والفرز اليدوي؟ يعني الكتل الكبرى الموجوده بالسلطه اللي تقول بانها فازت بنزاهه وشرف ترفض اعاده عمليه العد والفرز. لماذا ترفض؟ ما الذي تخشاه هذه الكتل ان كانت فازت بجداره واستحقاق؟ لانه الانتخابات غير نزيهه، بدايتها غير نزيهه. نعم. الانتخابات غير نزيهه. زين انت اسالك سؤال، هسه بالنسبه للكتل الفائزه، اذا انه فرزه وصارت فرز صار فرز وصار عد يدوي او وعبة، هل انه حيسكتون؟ يعني انت ايش تتوقع؟ انا اتوقع انهم تزداد بله، تزداد خربطه اخرى، وما حيصير اصلا تنظيم، يعني ما حيصير يعني ما حيتفقون على الكتل السياسيه الكبرى، ما حيتفقون على اي شيء. طيب بس بس اصلا هذه بس عمليه العد والفرز اليدوي، عمليه العد والفرز اليدوي ضروريه ومهمه جدا بهذا الوقت، خاصه ان الجهاز اللي تعاقد عليه العراق واللي تمت به عمليه التصويت هو جهاز يجرب لاول مره. جهاز كوريا قالت بانه هذا الجهاز نستخدمه لاغراض بصمه العمل في بعض الشركات والمصانع في العراق، يستخدم لأغراض انتخابية، لغرض يغير مستقبل البلد. يعني القائمون على هذه الخطوة بأن يجعلوا العراق يتعاقد على أجهزة وتأتي هذه الأجهزة للتصويت، وهم على مستوى ربما بعيد جدا عن المعرفة الحقيقية بقيمة الجهاز المستخدم، أليس هم الذين قادوا هذه الانتخابات إلى أن تتم بها عملية التزوير ويكون ربما الموضوع مرتب ومنظم له؟ اخي احنا مع احتراماتي احنا عندنا مافيا منظمه. الجهات السياسيه التي تقود العراق تابعه لجهات خارجيه ومدعومه من جهات خارجيه. نعم. زين، وهذه الجهات ليست لها مصلحه في الشعب العراقي، مصلحتها فقط في نفسها وفقط الماده. وغير ذلك انه الشعب العراقي ده يشوف حاليا وضعيته شنو؟ من كافه الجهات. فقر ده يصير عندنا، رواتب تدفع خلال كل شهرين ثلاثه، يقولون ما عندنا سيوله ماديه. هسه عندنا موضوع المياه، انها دجله، وشفناه ما حدث مع تركيا وايران، وماكو اي جهه اخرى تطالب حقوق الشعب العراقي. مع احتراماتي، اكو زيني، ما اقول لك ماكو زيني. اكو جهات موجوده بالعراق حاليا زيني، بس ما يخلونهم يشتغلون يا اخي. نعم. زين شنو هسه حاليا شو راح تسوي؟ يعني هسه مع احتراماتي السيد حيدر العبادي، هل انه عنده صلاحيه يردع هذول المافيات الحيتان خلينا نقول؟ صرح كثيرا. انا اشكرك ابو مصطفى. حيدر العبادي صرح كثيرا بهذا الخصوص، بمحاربه الفساد ومحاربه الحيتان الفاسده والشخصيات التي أهدرت المال العام بملاحقتها ومحاسبتها وإعادة هذه الأموال حتى هذه اللحظة،
وبعد مرور 4 سنوات على حكمه وجرت الانتخابات الحالية، والآن هناك صراع لتشكيل الكتل الفائزة والتحالف الجديد، ولم يحقق العبادي أو البرلمان، حتى لكي لا يوقع باللوم فقط على العبادي، حتى البرلمان أكبر سلطة تشريعية موجودة في البلد، لم يحققوا أي إنجاز حقيقي من ناحية محاسبة الفاسدين، ملاحقتهم، إعادة الأموال المنهوبة والمسروقة التي هربت وسرقت من هذا البلد. لا يوجد أي عمل حقيقي لهذه السلطات، مجرد تصريحات، مجرد كلام. أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم ولقناتكم الشريفة ولمشاهدين قناة الرافدين ولكل الخيرين والشرفاء في العالم. حياك الله. حياني باكستان. بالنسبة للانتخابات والتزوير وحرق صناديق الاقتراع، نعم، هي عملية مدبرة قبل الانتخابات. أولا، الشعب العراقي طلع للانتخابات بنسبة 9%، وهذا الشيء احنا مصرحين به قبل 5 أشهر كمثقفين وكرجال عشائر وكشعب. نعم. قبل 5 أشهر انا شخصيا قلت لهم اكثر من 9% ما تصير، لان الشعب العراقي رافض جملة تفصيلا لكل ما موجود بالعملية السياسية التابعة للاحتلال الأرعن الإيراني الأمريكي. ابو احمد، حتى نركز بس بموضوع، اليوم ابو احمد، اذا اسمح لي، حتى نركز بس بموضوع اليوم. اليوم الاربعاء ستتم عمليه اعاده العد والفرز اليدوي لعموم المحافظات في العراق. هذه العمليه برايك ما الذي يمكن ان تنتج عنه او تنتج عنه؟ والله صعب بالنسبه لهم، هم مرتبطين من الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني، وهناك شركتين، شركه كوريه وشركه اسبانيه على ما اعتقد، والشركتين متفقين ويا نفس العملاء والوجوه صالحه بيع وشراء اجهزه ما تشتغل. طبعا هاي انتم العالم كله شاهد الاجهزه اللي عطلوها باول 5 دقائق او 10 دقائق. نعم. لو اكو دولة واكو قانون واكو عدالة بهذا البلد، اكو واحد يتفق ويتعامل مع شركات تزوير واجهزة او ما تشتغل او يعطلها المفوضية، والمفوضية تابعة لاجندة حزبية تابعة للاحتلال. ابو احمد، كوريا اخلت مسؤوليتها. كوريا اخلت مسؤوليتها وقالت بانه الجهات التي تعاقدت معنا على هذه الأجهزة، طبعا الموضوع أن هذه الأجهزة تم استيرادها فقط من هذه الأماكن طبعا ومن هذه الدول لأغراض غير معلومة. تقول كوريا بأن هذه الأجهزة تستخدم لدينا لأغراض بصمة العمل للموظف، الدخول والخروج من الشركة وإلى الشركة، ولكن أن تستخدم بأغراض انتخابية بأغراض بهذه الأهمية قد تغير مستقبل بلد، هذا أمر غير منطقي. وأن يستخدم العراق هذه الأجهزة لأول مرة وبدون أي تجارب وبدون أي يعني إجراءات دقيقة من أجل أن تعمل هذه الأجهزة بشكل منتظم بدون تقطعات بدون مشاكل، لم يجري العراق أي فحوصات أو أي اختبارات لهذه الأجهزة، والدليل أنه ما حدث في هذه الانتخابات. طيب، السؤال أبو أحمد إذا تسمح لي. الآن الانتخابات انتهت وعمليات العد والفرز اليدوي ستجري، ولكن هناك خوف من هذه الكتل والأحزاب المشاركة بهذه الانتخابات من عمليات العد والفرز اليدوي، لماذا هذا الخوف؟ أنا مرت أكمل بس أنت ما أخذت أكمل. بالنسبة للميليشيات، أنا متوقعها قبل الانتخابات الميليشيات الإيرانية تابعة لإيران هي صاعدة صاعدة، لان ذولا ما يبدون غير ذبح الشعب العراقي. هسه حاليا خطف وسلب ونهي موجود محافظات الغربيه. اكو مسؤول، اكو محافظه، اكو مجلس محافظه، اكو قياده الشرطه، اكو وين نظر شريف هاي الحكومه بالنسبه لهاي الحكومه؟ ما بيها ولا واحد شريف. تحكي ويا ضابط
ابو احمد الموضوع ابو احمد قلت لي ده كمل الموضوع وانا قاطعتك، كمل الموضوع اللي سالتك عليه، ليش هذا الخوف من الاحزاب من عمليه اعاده العدوى الفرز؟ لانه راح يطلع التزوير اكو تزوير هاي الاحزاب وما تريد، لان هو الشعب ما طلع للانتخابات، ايش راح يقول بصناديق الاقتراع اذا مو اوراق تزوير؟ نعم يعني الشعب العراقي ما يعرف، كل العالم كل الشعوب تعرف نسبة الانتخابات 9%، أنا مالي علاقة بفلان وعلان يطلع من هذا البرلمان يقول 15%، ماكو 15%، وحتى لو كانت 15%، أيضا حكومة غير شيعية، الشعب ما طالع للانتخابات، الشعب ما رايدهم، على شنو يريد من فرز؟ يفترض أن الأمم المتحدة تدخل، مجلس الأمن تدخل، مجلس الجامعة العربية تدخل، على رؤساء العرب وحكام العرب يتدخلون، مو هو ساكتين بس قاعد على الكرسي وما يعرف شيء، حتى سوالف مني طابت التلفزيون ما اعرف سوالف. اشكرك ابو احمد، شكرا جزيلا ابو احمد. معنا ابو حيدر من ديالى، تفضل ابو حيدر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال عزيز بالنسبه للعدل الفرز، بالعكس راح تزداد مشاكل اكثر وراح تزداد تعقيدات اكثر. شلون؟ فهمنا ابو حيدر. الو اسمعك ابو حيدر، وضح لنا شلون حتصير المشاكل اكثر. يصير مشاكل اكثر، لان حاليا الانتخابات القوي يعني هسه احنا حتى لو تطلع لجنه واللجنه راح تقرر بين فلان كذا، واللي سوى هو مو انسان عادي، انسان مسؤول بحقوق السن الكبار، واللي حرق الصناديق ايضا مو انسان عادي بحقوق السن الكبار مدبر عادي. راح تطلع اللجنه وتطلع النتائج ويكون اسماء المذنبين وحالهم حال سبايكر. يعني لا تعتقد استاذ العزيز صدقني بان واحد يتعاقب نهائيا، يعني هذا مش التزوير اقل من سبايكر، الضحايا راح بالالاف ولجنه ولا حد الان ولا واحد حاسب. قدر حليب تخلي بيه قراص نفط، لا يمكن تقدر بعد تستفاد من هذا الحليب الا تذب الحليب كله وتكسر القدر وتفهم من جديد. العدل الفرز راح يصير مشاكل اكثر، وقلت لك الباطل اقوى والحفظ عليك حاليا، فاسف سبحانه وتعالى عن ان يصلح شان العراق. اشكرك ابو حيدر. ابو حيدر يخشى من هذه عمليه اعاده العدوى الفرز، يقول بانه ربما قد تؤجج الشارع، ربما قد تجعل او تقود هذه الاحزاب قادة الميليشيات، زعماء العصابات الموجودين الآن على هيئة سياسيين موجودين في العراق، قد تقود هؤلاء لربما افتعال مشاكل، أزمات، حروب أهلية كما حذر منها المالكي ربما، وكان ربما ليس تحذيرا وإنما تنويها مستقبليا، هكذا رأى البعض. هناك خوف من ردة فعل هذه الميليشيات والعصابات إذا ما ظهرت الحقيقة وفضحوا وكشفوا. كما قال السيد أبو أحمد، النسبة ربما الحقيقية لهذه الانتخابات قد لا تتجاوز 9%، ولكن التزوير، الرغبة بحفظ ماء الوجه بالنسبة للمشروع الأمريكي في العراق بجعلها تصل إلى 44%. نقرأ رسائل سريعة. معنا رسالة من السيد مبروك من الإمارات، طبعا السيد مبروك من الإمارات له كل التحية، ولكن رسائل كثيرة وطويلة جداً، فنتمنى قدر الإمكان الاختصار بالمستقبل. عموما يقول شكل الإعلان التحالف السياسي أو شكل إعلان التحالف السياسي ما بين كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وكتلة الفتح التي تضم فصائل الحشد الشعبي ضربة سياسية ومعنوية للحراك المدني العراقي الذي راهنت بعض أطرافه على نتائج الانتخابات البرلمانية لتشكيل تحالفات سياسية تحت قبة البرلمان تعكس أحجام مكوناتها وبرامجها داخل تركيبة الحكومة العتيدة. فقد قطع تحالف الفتح سائرون الطريق على إمكانية تشكيل أغلبية وطنية عابرة للطوائف، وعاد الأمور إلى المربع الطائفي المتمسك بالمحاصصة. فالعودة إلى تفاهم المكونات الطائفية والعرقية عبر الكتل الطائفية أو القومية الكبرى ضربة موجعة لدعوات إصلاح مؤسسات الدولة من الداخل. أعذرني سيد مبروك، الرسائل طويلة للغاية، و يعني وصلت الفكرة.
ايضا احد المشاركين يقول الاستاذ محمد صار 15 سنه ونفس اللصوص نفس العمايم يتحكمون بمصير الشعب العراقي من ازمه الى ازمه، ما يكفي الى اين يذهب العراق؟ اليس العراق كانتاج العرب؟ لماذا الشعب متفرق لا يتحد ضد هؤلاء الخونه؟ لماذا لحد الان يركع ويسجد لعمايم رخيصه؟ اليس الوطن اغلى من المقدسات؟ الله اكبر. ولدينا ايضا رساله من ابو عارف من بابل يقول القضاء في العراق غير مستقل ومسيس، ولا يتوقع منهم أن يكتشفوا تزوير أو تغيير كبير بنتائج الانتخابات، وتحويل هذا الموضوع للقضاء هو محاولة لتمرير النتائج وستر فضائح التزوير التي حدثت، والتي أكبر حالة تزوير جرت فيها هي رفع نسبة المشاركة من 18% إلى أقل أو أقل إلى ما يزيد عن 44% بأمر من السفير الأمريكي. أما للشعب العراقي فإذا تأكد فوز الفائزين أو فاز عليهم من الخاسرين فلا تغيير بالسياسات ولا خدمات ستوفر ولا عدالة ستحقق، لأن الفائزين الخاسرين جميعهم أدوات ما بين أمريكا أو ما بين أمريكية وإيرانية، ومن يكون خارج هذه الموازنة فلا دور له إطلاقا. طيب مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نكمل الحديث بهذه الحلقة عن عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي التي ستنطلق اليوم الأربعاء من أجل يعني اتضاح من قضايا التزوير أو الطعونات التي قدمت للمحكمة الاتحادية وغيرها بخصوص قضية التزوير الكبيرة التي جرت في هذه الانتخابات، الشكوك الكبيرة بعد الفضائح الكثيرة التي ظهرت في مراكز الاقتراع سواء في الداخل أو في الخارج. هناك تزوير بالجملة حدث في هذه الانتخابات رفع نسبتها بنسبة كبيرة أو بنسب كبيرة، أدت إلى ربما جعل العالم يقتنع ربما أو يعتقد أن الانتخابات في العراق جرت بشكل نزيه، كانت هناك مقاطعة ولكنها جرت بشكل نزيه، ولكن الحقائق تكشف وظهرت طبعا في كثير من المقاطع والتصريحات وغيرها عن التزوير الكبير الذي جرى بهذه الانتخابات. ولذلك جاءت عملية العدوى الفرز اليدوي من أجل طبعا صوريا، نحن نتحدث حاليا على الورق ولكن في التطبيق على الأرض ربما قد تختلف عملية العدوى الفرز، ربما أيضا قد تكون هذه العملية كما قال أبو حيدر من ديالة، ربما قد تكون هذه العملية أيضا هي عملية مزورة، عملية إعادة العدوى الفرز ربما ستكون أيضا هي عملية مزورة. عموما نتابع تصريح الأمين العام السابق لحزب الفضيلة الدكتور نديم الجابري الذي قال إن من يعتقد أن الانتخابات البرلمانية ستفضي إلى تغيير وإصلاح في العراق هو واهم، لأن نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق محسومة سلفا. فلنشاهد. أعتقد أن الانتخابات ستفضي إلى تغيير وإصلاح فهو واهم، وعندما اقتربت الانتخابات قلت أن الانتخابات مسيطر عليها ونتائجها محسومة سلفا، وأعطيت بالنسب وقلت يعني لا تتعبون نفسكم، هذه الكتل اللي راح تحصد بين 80 إلى 90% من مقاعد مجلس النواب، وذكرتها بالأسماء. عملية التلاعب بالانتخابات تقف وراءها إرادة سياسية أصلا لا تؤمن بالخيار الديمقراطي في العراق. طيب إذا استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث رئيس الأمين العام السابق طبعا لحزب الفضيلة. معنا اتصال سيد منصور من الرمادي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
البدايه نرحب ونحيي قناتكم الحياديه والموفره، دائما هي تظهر الحقيقه للعراقيين، ودائما العراقيين في الو. اسمعك سيد منصور، تفضل اكمل. نعم اخي، هي بالنسبه لنا مو يعني مثل ما اقول بالكلام الشعبي ناخذها ونردها، هي بدايه تاسيس الحكومه العراقيه تاسست على اسس طائفيه امريكيه محاصصه، وناس ناس ناس بالحكومه العراقيه، ولو نقول يعني ليس البعض بل الاغلبيه ناس اتوا لكسب المال، لكسب انفس طائفيه. ولا ربك هذا اسال سؤال، يعني هاي اللي الاجهزه اللي صرفوا عليها مليارات الدولارات. نعم. الاجهزه الكوريه صرفوا عليها مليارات الدولارات، يجي من بعدين يقول لي هاي الاجهزه يعني بطلت واقتراعات الخارج تبطل وتجي بالفرز اليدوي، شنو اللي سويناه؟ هذا من يحاسب عليها بعد هاي الاجهزه اللي صرفوا عليها مليارات الدولارات، من يحاسب عليها؟ نعم. ومن يقول هاي الاموال اللي انهدرت وراحت من يحاسب عليها؟ من يتحمل المسؤوليه؟ يعني سيد منصور، بس اذا نجي نتكلم بلغه ارقام على سبيل المثال، او يعني نقيس تقديرات. لغوا اصوات الخارج ولغوا الاكراد طبعا بالنسبه للمناطق، بعض المحافظات، وأجهزة، وطبعا تم حرق الأصوات في جانب الرصافة في مخازن مفوضية الانتخابات. نعم. أخي مقصودة هاي مقصودة. ما الذي بقي من أصوات الناخبين أصلا حتى يتم عليها عملية العد والفرز؟ بقى أنا أجابك، بقوا أصوات الفاسدين فقط، اللي هم قائمين على العملية السياسية، اللي هم متربعين على العملية السياسية، هم اللي ذولا اللي 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 بادروا بتعطيل الاجهزه وبالغاء تصويت الاجهزه وبالغاء تصويت الخارج وبحرق اصوات الناخبين في منطقه الرصافه. طيب اشكرك سيد منصور. معنا السيد ابو ناصر من تركيا، تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم محمد. السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك وقناه الرافدين وكل الكادر. حياك استاذ محمد. يعني احنا بس نريد نفهم، هي اي انتخابات جرت في العراق من 2003 الى اخر انتخابات ما تزورت، وكل العراقيين وكل العالم يعرف بان الانتخابات العراقيه الاخيره مزوره 100%. نعم. وهسه نشوف قسم من الاحزاب اللي خسرت بالانتخابات تطالب بالعد والفرز اليدوي. واللي يدعون بانهم فازوا بالانتخابات الاخيره. نعم. يرفضون العد والفرز اليدوي طبعا، لانه راح تبين نتيجه التزوير. ويعرفون كل زين بانهم هم مزورين. نعم. دليل انه هاي الصناديق اللي احترقت وراحت هباء منثورا مثل ما يقولون، لاخفاء قسم من جريمه التزوير. ابو ناصر اريد استغل وجودك بشغله، انه بما انه صورته ظاهره على الشاشه، فنتكلم عن مقتدى الصدر بعض الشيء. مقتدى الصدر طبعا حتى لا يكون هو فقط شخص مستهدف من قبلنا، لا، هو مجرد طرح لمتغيرات تحدث على الارض الان. هذا الشخص او هذا الرجل اتهم حيدر العبادي او انتقده او هجمه في وقت سابق قبل الانتخابات، تحديدا قبل الانتخابات، من عملية التحالف مع الميليشيات كتلة الفتح تحديدا، بانه هذا الموضوع قد يقود الى الاعتبار او يعني تهيئة هذه الكتلة الكبرى التي ستخرج بانها كتلة طائفية ستكون، باعتبار ان الشيعة تحالفوا مع شيعة. ولكن بعد هذا التصريح وبعد الانتخابات عاد هو ليتحالف مع الميليشيات الوقحة التي كان يصفهم سابقا. طبعا الميليشيات الوقحة كل ميليشيات الحشد الشعبي المنضوية في تحالف الفتح. ما الذي يمكن أن يفهم من تصرفات مقتدى الصدر؟ يعني باختصار شديد وبالعامية، ضرب بوري للتحالف المدني والحزب الشيوعي، ضربهم بوري وراح تحالف ويا الفتح. استاذ محمد، مو هو هاي الطامه الكبرى، هي هاي المشكله، هذا الزمن الاغبر اللي خلى مقتدى الصدير يتحكم برقاب الشعب، هذا الشخص اكثر الشيعه اللي يأيدوه هسه هم ترى يأيدوه لاجل والده اللي محمد الصدر هو اللي كان موجود. لا. ويقولون بانه احنا نعرف مقتدى الصدر بانه هو طفل وما يعرف يتصرف ومو مال حكم ومو مال سيطره، لكن نحترم الخاطر والده. طيب اذا كان والده زين وهو فاسد وهو ما يعرف يتصرف وهو ما يعرف شلون يدير امور بلد او امور منطقه مو بلد،
شلون انتم اللي تتابعوه، شلون انتم اللي تأيدوه، مثل شغله عمار الحكيم بالضبط، مثل الناس اللي كانوا يأيدون ويحترمون جده، مو ابوه، جده محسن الحكيم، وهسه هم دا يحترموه، هم يعرفون كل زين بين هو فاسد وهو مجرم. يعني كل هاي الشغلات يا استاذ محمد اللي دا نشوفها، يعني والله العظيم يعني تعبنا من عدها. يعني الى متى انتم تبقون تتبعون ناس وانتم تعرفوهم كل زين بين هم فازين وما راح يقدموا لكم شيء؟ ابو ناصر، ابقى وياي، عندي رساله اقراها من احد المشاركين واريد تفاعل حضرتك عليها. يقول: أين دور المرجعية؟ أم المجرب لا يجرب، لماذا لا تعطي فتوى لإزاحة هؤلاء ومحاسبتهم؟ لو هم شركاء بالغنائم والمال حرام أنه يتم إزاحتهم. البلد من دمار إلى دمار، والله هم من خلقوا الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، يتحملون كل قطرة دم وحوبة كل يتيم وأرملة ومهجر وسجين بالعراق، لأنهم لا يخافون الله والرسول ولا يستحون من آل البيت. هذا المشارك معنا على خدمة طبعا الواتساب في قناة الرافدين، هاجم المرجعية بأنها السبب في هذا الخراب، السبب في هذه الفتنة الموجودة في العراق، سمحت بوجود الفاسدين، رضت على بقائهم لأنها مجرد تصريحات. المجرب لا يجرب، كل من في العملية السياسية بعد الاحتلال هو مجرب، كل من شارك في هذه السلطة هو مجرب. أليس من المفترض أن هذه المقولة تدل على أن الاتيان بأشخاص جدد، أم أن المجرب لا يجرب في منصب رئيس الوزراء فقط؟ هذا هو الموضوع، تعليقك على هذا التعليق. أستاذ محمد، إحنا وأنا بالذات أكثر من 100 مرة حكيتها وقلت المرجعية سبب رئيسي بدمار البلد. الفتوى اللي أصدرها السيستاني بداية الاحتلال الأمريكي للعراق واستلم مبلغ 200 مليون دولار عنها، وطلب من الشعب عدم مقاومة الاحتلال الأمريكي، هو هذا اللي سبب دمار البلد. يعني المرجعية، أنا برأيي المرجعية وكل الناس أعتقد تأيد هالشيء، هذا المرجعية بذاك الوقت وهسه وبعد هي سبب دمار البلد. وشنو اللي سواه السيستاني لما دا يقول المجرب لا يجرب وانتخبه وهسه المجرب؟ نعم. ورجع وراح يرجع المجرب على نفس الحالة الأولية، وراح يظل يسرق وينهب ويفسد بهالبلد هذا. شنو موقف السيستاني وشنو موقف المرجعية إذا ما كانت المرجعية هي مشاركة وياهم؟ شنو اللي قدمت المرجعية للشعب غير الدمار؟ يوميا يصدروا لي فتوى وديشوفون بعينهم بأنه الفاسدين مستمرين بفسادهم وسرقتهم أموال الشعب. شنو اللي طلع؟ وين عبد المهدي الكربلائي من يطلع كل يوم جمعة ويخطب بالناس وعلى أساس ينصحهم ويوجههم وهو يعرف بأنه هو واحد من الفاسدين؟ شنو اللي قدمت المرجعية؟ المرجعية أستاذ محمد سبب دمار العراق، المرجعية هي اللي دمرت العراق، المرجعية هي اللي سلمت العراق للأمريكان بمبلغ 200 مليون وهو رجل باب قبر هذا الشخص. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى كل واحد فرط بأرض العراق وبشعب العراق. هذا رد من أحد المشاركين الظاهر متابع ويعني استمع إلى هذا الكلام. يقول: المرجعية قالت لا تنتخبوا المجرب، وأنتم انتخبتم المجرب، المرجعية شنو علاقتها بغبائكم وتبعيتكم؟ هذا رد من أحد الأشخاص، ربما يكون وجهة نظر، طبعا وجهة نظر هي أكيد مقابلة. أنت عندك عقل، عندك شخصية، عندك فكر، عندك يعني اتجاه معين في حياتك، عندما تسمع هذا الكلام لماذا تذهب لانتخاب نفس الأشخاص؟ لماذا شاهدنا من ذهب للانتخاب؟ هناك مجموعة ظهرت من العراقيين في هذه الانتخابات، مجموعة تعال نحاول، تعال نجرب، مجموعة ممكن أكو أمل في هذه الانتخابات. ينتخبون نفس الأشخاص، ينتخبون أشخاص يشاركون أو يريدون يشاركوا في عملية انتخابية وضعها الاحتلال، أو في دستور وضعه الاحتلال، أو في حكومة وضعها الاحتلال، ويقول لك تعال نجرب فرصتنا. الحقيقة أن هم فشلوا بهذه الأصوات التي أدلوها طبعا في هذه الانتخابات، خسروا هذه الأصوات، لأن كل من كان يعتقد هذا الاعتقاد في الخارج تم إلغاء أصواته، وفي الداخل من كان يعتقد هذا الاعتقاد حرقت أصواتهم في صناديق الاقتراع، والآن ستتم عملية إعادة عدوى فرز يدوي لتظهر الحقائق. أبو أحمد، أبو ناصر عفوا، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير. لكم وللشعب العراقي إن شاء الله نريد التغيير، يعني لا أكثر ولا أقل. أستاذ، إحنا هسه من جلد اليوم العدوى الفرز اليدوي. نعم. ترى إحنا لا يفيدنا، إحنا شعب ما يفيدنا لا عد ولا فرز بالأجهزة، ولا لأنه تعبوا بها، ولا يفيدنا العدوى الفرز يدويا. المطلوب أنه تقوم لجان دولية تشرف على عملية الانتخابات. نعم. تجي من الخارج، لأنه إحنا يعني صدتنا في موقف يعني صعب جدا. أم عبد الله، من سيوفر اللجنة الدولية للإشراف؟ نعم. من الذي سيقوم بتوفير اللجنة الدولية للإشراف على هذه الانتخابات، أو الإشراف على عمليات العدوى الفرز، أو يعني غيرها من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى لجان دولية كثيرة؟ طبعا أستاذي، هو إحنا اللجان الدولية المفروض هي من الأمم المتحدة أو من أمريكا. إذا أمريكا تريد أن التقدم والتطور والاستقرار، تقوم بعملية مصاحبة الانتخابات العراقية وتشرف عليها من أجل مصلحة العراق. بس إحنا مصلحة أمريكا أهم شيء، ومصلحة إيران أهم شيء. العبادي أستاذ عبادي يشوفه يقول يجب النظر في الطعون، وإلا سيأتي بالوطن بالعراق إلى التهلكة وإلى إخلال بالأمن، أمن البلاد، ويجب النظر بها بسرعة. بعدين إحنا دولة القانون هي قامت بعملية إنه تريد تتدخل من أجل إنه يوصل نور المالكي إلى مسرح السياسة. بعدين احنا بالنسبه الى السيد مقتدى، ان يعني تصورنا اصل خير راح يجينا من الانتخابات عندما ياتي السيد مقتدى وتوعد بالفاسدين بالعقاب وما ادري شنو، بس تدخل سليماني ادى الى قلب العمليه الانتخابيه في العراق، وادت الى الكتل السياسيه المتنفذه بالانتخابات اللي فازت بالانتخابات تريد الاستحواذ على مسرح السياسه، والكتل السياسية المتنفذة أكثرها الشيعية لا تمثل الشعب العراقي لا بشيعته ولا بسنته ولا بفئاته الأخرى. هم جماعة متنفذة مافيا جاءت لسلب الشعب العراقي وثروات البلاد وهدرها إلى إيران وإلى أمريكا وإلى الدول الأخرى ولأجل مصالحها في الحكم. يعني هو العراقي هو بيد الحال، العراقي بيد الحال. شنو الحل ام عبد الله؟ شنو الحل؟ استاذ، العراقي من يتوحد بسنته وشيعته راح يحل مشاكل كثيره، لان بالتعاون يمكن انه نقضي على كل المشاكل اللي عانى منها العراقي. بس احنا يعني متفرقين، ما عندنا دوله تلم الشعب العراقي ككتله واحده. ما عندنا خدمات، ماكو خدمات، الشعب صار جوعان، فالشعب قام يركض ورا. طيب خلينا نحكي بوجهة نظر مقابلة، خلينا نتكلم بوجهة نظر مقابلة. هل ذنب طبعا المسؤولية تقع على عاتق السلطات التي جاءت بعد الاحتلال، ولكن لماذا نظل نحمل الطرف الآخر المسؤولية؟ مو احنا عندنا شعب صار له 15 سنة ساكت وطلع بتظاهرات، انضرب شوية انهزم، ليش ما اكو هاي الاستمراريه والرغبه بالتغيير الحقيقيه؟ يقود المظاهرات مقتدى الصدر يوم ببال ويوم ثاني ببال اخر، ياتي المندوب الايراني تفضل مظاهرات في العراق، ياتي قاسم سليماني ونجا الخامنئي يعقد الصدر تحالف مع الفتح وهو الذي كان يدعو الى التكنوقراط المستقلين على اساس يعني. بلد تحكمه شخصيات ما عندها في بعض الأحيان ما عندها مبدأ، وفي بعض الأحيان الأخرى للأسف ونقولها بصراحة جبناء أن يقودوا مجتمع. يعني وشلون الحل أستاذ؟ إحنا قبل كل شيء عندنا شخصيات مهزوزة، عندنا في العراق شخصيات مهزوزة تريد تستحوذ بنفسها، ما تريد تستحوذ بالشعب العراقي، تريد انه يسيطر على الحكم وتاخذ اموال الناس وتخليها اموال الدوله وتخليها بجيوبهم، ما لها شغله بخدمه الشعب العراقي.
فاحنا شخصياتنا وين شخصياتنا العراقيه؟ يقول لك كان سابقا ارفع راسك يا عراقي، ارفع راسك يا عراقي، هي سوينك يا عراقي، عراقي انت بكل اطياف الشيعتي وسنتي واطياف الاخرى، ليش ما تتكاتفون؟ ليش ما تقومون بعمليه التوحد؟ ليش ما تشيلون السيد مقتدى من راح بمظاهراته الى المنطقه الخضراء؟ ترى راح كان عنده يعني اعتقد مع المتظاهرين كان فد يعني طلعه يريد يتونسون فيها. سلميه سلميه سلميه، وش تفيد السلميه؟ احنا شعب تدمر، راح العراق كل العراق هو تحت سيطره ايران وامريكا، وين دور الشعب العراقي؟ وين خدمات الشعب؟ شكرا ام عبد الله، اشكرك للمشاركه. احد المشاركين يقول استاذ محمد أليس المرجعية لها الكلمة الفصل في حقيقة كلمات غير واضحة؟ يقول أليس هي من باركت لهم منذ 2003 ولحد الآن؟ الأخ يدافع عن المرجعية الإيرانية اللي ملأت العراق بالمخدرات والملاهي ودور الدعارة وصالات القمار والعصابات، العصابات باللجان يعني يقصد، أو والعصابات بالجنة يعني. ايضا احد المشاركين يقول السلام عليكم، تحياتي لقناتكم الموقره. هاي الحكومه فاشله والشعب العراقي صاير مثل اصحاب الكهف رقود، بلكي من العرب يظهر صلاح الدين. الشعب العراقي اخرج امريكا من العراق بشبابها الابطال، ليس هاي الحكومه اقوى من الامريكان؟ ليش هاي الحكومه اقوى من الامريكان يسال يعني. اكو شريحه من المجتمع تتمنى الامريكان يرجعون من افعال الحشد الشعبي، أجرموا بالسنة، الله يعين. محمد الراوي السيد المرسل أيضا لدينا رسالة أخرى، يقول طبعا السيد علاء العبد الله يقول ما الجدوى من الانتخابات إذا كانت تعتمد على التزكية؟ على سبيل المثال عندما فاز إياد علاوي ولكن الذي أصبح نور المالكي في أي انتخابات؟ وأيضا أحد المشاركين يقول كل عام وأنتم بألف خير، يقول السلام عليكم، لا مقتدى ولا سيستاني انتفضوا ضد المجرمين، انتفضوا ضد المجرمين يا عراقيين، لا مقتدى ولا سيستاني. يقول بالرد طبعا على السيد ام عبد الله، يا سيد مقتدى يا خاله هذا مجرم صدقيني. هذه رسائل طبعا جاءتنا بهذا الخصوص. مشاهدينا الكرام طبعا في اطار الجدل بشان تزوير الانتخابات وعمليه اعاده العدو الفرز، النائب عن تحالف القوى محمد النوري عبد ربه، محمد نوري العبد ربه، يقول إن عملية العدوى الفرز اليدوي الشامل ستتضمن تغييرات كبيرة في النتائج، ويقول بأن هذه التغييرات قد تصل إلى 30% من النتائج المعلنة سابقا كحد أدنى. يعني هذه العملية إن تمت بشكل صحيح، عملية العدوى الفرز لو كانت ستتم بشكل نزيه ديمقراطي لستظهر الفضائح في هذه الانتخابات. هذا كلام من نواب موجودين وأشخاص مرشحين عن هذه أو رشحوا أنفسهم في هذه الانتخابات. لو تمت عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي بشكل سليم دقيق شفاف بعيدا عن التحزبية والجهوية وغيرها لستظهر الفضائح في هذه الانتخابات. معنا اتصال. أبو سعد من الموصل تفضل. ابو سعد حياك الله تفضل. انا احمد العبد الفرد يا اخويا، انا العبد الفرد. صوتك غير واضح، صوتك غير واضح، شكرا جزيلا سيدة ابو سعد، اعتذر منك. نكمل طبعا بالحديث مع النائب عن تحالف القوى محمد نوري العبد ربه، يقول بانه دعم قضية تمديد عمل البرلمان هو أفضل من تأييد التزوير الذي حصل بالانتخابات الذي يعتبر أخطر على العراق من تمديد عمل البرلمان. يعني يرى بأنه تمديد عمل البرلمان هو أولى من أن تتم عملية تأييد التزوير الذي حصل في هذه الانتخابات. معنا اتصال. السيد أبو مصطفى من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ محمد، استاذ العزيز، اي ماكو جدوى، ان عادوا المفرد ولا ما عادوا هم نفس الوجوه، حتى اللي يجي اللي يتغير هذول كلهم
أزلامهم وأزلام الإعلام الخميني. الله على ما أقول وكيل ما يتغير بالحراك أي شيء. تعال شوف الحد العالمي للسياسة اللي عرفتك بين الشعب وانتهاكات وسرقات وقتل وتدمير ويطلعوا لك الدواعش بالليل يسووا باسم الدواعش يقتلون ويقولون الدواعش ضربوا الليل وقلنا راح تفوزوا ذاك اليوم 12 واحد قتلوا هنا بديار الموصل ويابا من قتلهم والله الدواعش يابا الدواعش وانا الدواعش اليوم اصبح في خبر كان كلهم يشذبون والله والله الشعب يستاهل بي اكثر لانه احنا اللي دعمنا احنا خونا بلدنا احنا اللي دمرنا بلدنا لان احنا كنا شعب خونا كل شعب خاين لا غير صحيح غير صحيح مبدا التعميم ابو مصطفى انا اشكرك طبعا الوقت انتهى خطا مبدا التعميم خطا هذا المبدا مبدا ان يعمم السوء على الكل العراق فيه شرفاء العراق لولا فيه الشرفاء لما صمد طبعا على مر التاريخ وحتى هذه اللحظه هناك دائما شرفاء هناك دائما وطنيون هناك دائما مثقفون علماء امكانات وخبرات بامكانها ان تصلح هذا المجتمع وتعيده الى الطريق الصحيح ولكن تحتاج الى فرصه وتحتاج الى دعم لا يمكن طبعا انا اتفهم طبعا مشارك اكيد ولكن للتوضيح مبدا التعميم هو مبدا خاطئ. انا اشكركم مشاهدينا الكرام طبعا ولكن سريعا حتى لا يعني نظلم المشاركين سريعا يقول احد المشاركين السلام عليكم المرجعيه كان لها دور في طرد الغزاة الدواعش وفي حفظ العراق من الانهيار وهي دعت الى عدم انتخاب الفاسدين من المجربين وغيرهم. يقول أيضا أبو حسام النعيمي من بغداد تحية لحضرتك أستاذ محمد لكادر الرافدين إذا لم يتفض الشعب العراقي ضد المجرمين خصوصا المعممين والمرجعية الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي فإن العراق سينتهي. أيضا الأخ شارك نقرأ رسالة أخرى يقول المالكي يقول المجرب لا يجرب فكيف يرشح نفسه مرة أخرى هو لا يعتبر نفسه من المجربين وكذلك موفق الربيعي وكذلك كثير من هذه الشخصيات هم لا يعتبرون أنفسهم من المجربين الذين تحدثت عنهم المرجعية. أنا أشكركم شكرا جزيلا طبعا الرسائل تأتي باتباع ولكن الوقت انتهى شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.